طيب هو لما بهاء المحمدي ضرب محمد هاني نفس الضربه ما اديتوش ال 100 ماتش ليه؟ ادي لبهاء المحمدي 100 ماتش، وادي لعيبه نادي الزمالك ال 100 شيكابالا ومحمود علاء 100 ماتش، وادي لفلان 100 ماتش، وادي الكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه على السوشيال ميديا. لو بتدي ال 100 ماتش لكل الناس ما كانش حد قدر يفتح بقه النهارده وحسين الشحات لو خد ال 100 ماتش عقوبه على اللي عمله. ولكن حضرتك لم تعاقب احد. بالعكس النادي الاهلي هو اللي عاقب لعيبه. وعايز اقول لحضراتكم حاجه مهمه من غير قسم ومن غير اي حاجه. الرقم المتداول في موضوع حسين الشحات، الخصم بتاع حسين الشحات هو رقم قليل بالنسبه للحقيقي. دي لعبه باهر برضو واحنا بنتكلم مع حضراتكم. مره تانية الرقم اهو، لا 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 هات لي دي، هات لي، لا هات لي اللي فات، ايوه دي هي دي. وقف. هي مش نفس اللعبه؟ انت ما اديتش بقى المحمدي 100 ماتش ليه؟ وليه ما طلعش الاعلام الموضوعي كله اتكلم عن هذا الامر؟ ولكن حسين الشحات لما غلط، اللي احنا كلنا معترفين بغلط حسين الشحات، لا اذبح حسين الشحات، موت حسين الشحات، كل ده ليه؟ وجهه نظري انا طالع بموسم صفري، ما خدش حاجه، مش انا، مش النادي الاهلي، ولكن بعض من لا يشجع النادي الاهلي، النادي الاهلي واخد كل حاجه. النادي الاهلي واخد دوري، واخد كاس قديم ان شاء الله ربنا يسهل ونكمل في الكاس اللي احنا فيه، خدنا بطوله افريقيا، لعبنا كاس عالم، خدنا اتنين سوبر افريقي، سوبر مصري، خدنا سوبر محلي، كسبنا كل حاجه. فبالتالي الانديه اللي طالعه بموسم صفري وصارفه ملايين الملايين الملايين المليانه لازم تعمل قصه. مش هنسيب حقنا تلاقوش، مش هنسيب حقنا، حقنا ده اصله احنا مش هنسيبه. طب يا سيدي ما تسيبش حقك، ومين قال لك سيب حقك؟ محدش قال، بالعكس. هو انت لازم تطلع تزايد على الاهلي وانت لا لا. بص حضرتك او لاي حد، والله انا بتكلم بشكل عام هنا، مش هتعرف تزايد على النادي الاهلي. اللي عايز يعمل حاجه، اللي عايز ياخد حقه ياخد حقه، ولكن على الرغم، على الرغم النادي الاهلي لو تفكر بس بشويه صغيرين هتلاقي ان النادي الاهلي جاب لك حقك. على الاقل احتراما للاخلاق والمبادئ والقيم اللي عايش فيها النادي الاهلي وجمهوره، ده جمهور النادي الاهلي اللي طالب ادارته، اداره الاهلي، وبيقول لهم هايلين على اللي انتوا عملتوه، هايلين على احترامكم للمبادئ والاخلاق والقيم في العقوبه اللي عملتوها على حسين الشحات قبل ما اي حد يتكلم. فانت بتزايد على ايه؟ اعمل اللي انت عايزه وشوف انت عايز تعمل ايه واعمله. ولكن الصح صح والغلط غلط. هو انا لما اعمل كده لحد، يعني انا دلوقتي اي حد من الشباب اللي هو بقول له انت كده ممكن يخش يضربني، والله العظيم ممكن يخش يضرب، لان انا بعمل له انت كده. هتقول لي ما فيش استفزاز، حسين غلطان، ولكن انا بتكلم بقى زي ما بتعاقب حسين عاقب بقيه الناس، او زي ما عايز تعاقب حسين عاقب بقيه الناس. هل حسين الشحات اخطا؟ اخطا. هل انا بدافع عن حسين الشحات؟ اقسم بالله انا لا ادافع عن الغلط ولا ادافع عن حسين الشحات. حسين الشحات غلط، ولكن باهر محمدي غلط، شيكابالا غلط، الشيبي غلط، محمود علاء غلط، كل هؤلاء اللاعبين غلطوا. محمد عبد المنصف انا شفت لقطه في ملك وكتابه من شويه، محمد عبد المنصف كان بيجري ورا لعيب وقعد يضربه، غلط ساعتها، يعني كان الوقت ده من زمان شويه لكن غلط. ولكن الشيبي هنا وجهه نظري ان هو عايز يعمل بطل، ما اعرفش قدام مين، ولكن هو عايز يعمل بطل فبيعمل كده. انت بتعمل كده جمهور الاهلي، ما يصحش، يجب ان يتم عقابك. وما تدخلش المغرب في الموضوع، المغرب على راسنا من فوق، اخواتنا واصدقائنا، واحنا اعتقد مصر برضو على، يعني كل المغاربه بيحبوا مصر، بيحبوا المصريين، فما تدخلوش الموضوع في كده. انا عارف طبعا في اتنين تلاته زي ما حضراتكم عارفين معروفين من بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيقعدوا يعملوا كده طول الليل. الناس دي كانت عشان تخبر وتولع وتسخن وتعمل والقصص دي، وقال لك بصوا الجامعه المغربيه ولا الجمعيه المغربيه عملت ايه، الكلام اللي انتوا عارفينه ده اي كلام. كل هذا الامر هو كلام مفبرك، لانه
لعيب ضرب لعيب استحق العقاب عوقب في اقل من ساعه، عوقب من ناديه بعدها باقل من 24 ساعه من رابطه الانديه. اللاعب نفسه وريني الاعتذار، حسين الشحات طالع بيعتذر للجميع، حسين الشحات بيعتذر للجميع اهو. بدايه اود ان اعتذر عن التصرف اللي بدر مني في لحظه انفعال ولم اتمكن من السيطره وكذا وكذا، لان الاعتذار من شام الكبار والرجال، فاتقدم بالاعتذار للجميع، اداره الاهلي، جهاز فني، زملائي، كل جماهير الاهلي، الكره المصريه، المغربيه، اشقائنا العرب والكره العربيه جميعا عن رده فعل السيئه. واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي، واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب وهكذا. فطلع، بصوا الترصد مرة تانية، حسين غلطان ويستحق العقاب، والرقم اللي بيتقال ان هو اتخصم من حسين رقم قليل باللي انا عارفه، انا مش هقدر اقول الرقم ولكن هو رقم قليل عن اللي انا عارفه، قليل بكتير. خلاص؟ كل حاجة هتتضح الأيام اللي جاية. المهم، فحسين أخطأ، أنا ما بدافعش والله، لا أدافع عن حسين مرة تانية، حسين بره القصة، ولكن هو كابتن هاني سعيد أعتقد وأنا داخل بيقولوا لي كابتن هاني بيقول إن إنه حسين ما لحقش يلعب مع، يعني حسين نزل في الدقيقة أعتقد حاجة و70، واللاعب اللاعب الشيبي حسين نزل 71 والشيبي طلع في 73، وده بيلعب ناحية اليمين وده بيلعب ناحية الشمال، فده بعيد عن ده، ما بيعملوش مع بعض والكلام ده كله، وان الشيبي لم يستفز حسين والكلام ده كله. طيب حضرتك بتحلل؟ طب ممكن احلل. في فيديو حسين قبل الوقائع دي كلها وقبل الهيصه دي كلها، الفيديو عندك يا سمير، قبل الهيصه دي وقبل الوقائع دي كلها، حسين الشحات بيقول له انت بتشتمني بابويا بامي ومراتي. صوت حسين بيقول للشيبي وهو واقع ولا هو واقف، بيقول له انت بتشتمني بابويا ومراتي، ما ينفع بامي ومراتي.